يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لتقسيم الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. نعم. يقول بالنسبة لتقسيم الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، من الذي يقول بذلك من أهل العلم وهل له وجه؟ المتأخرون، نعم، المتأخرون من العلماء قسموا الكراهة إلى قسمين، كراهة تحريم كراهة تنزيه حسب الأدلة. أما القدامى فإنهم يريدون بالكراهة كراهة التحريم. نعم، وهذه اصطلاحات. نعم.